قدس الآب جمال الخضر الموقر النائب البطريركي للاتين في الأردن، حضرة الأخت مادلين دبابني المحترمة النائبة العامة لرهبانية الوردية والمنتدبة الإقليمية في الأردن، إخوتي الكهنة، أخواتي الراهبات، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا بكم في مدينة الصلب، مدينة التاريخ والتآخي والمحبة. أهلا بكم في رعية وكنيسة الصلب أم كنائس شرق الأردن. فرعية الصلب هي أول رعية كاثوليكية تؤسس في شرق الأردن
على زمن البطريرك فاليرغا، فبعد أن افتتح غبطته عدة رعايا في فلسطين أخذ يفكر في شرق الأردن الذي كان يتبع آنذاك المتصرفية في نابلس. وبالفعل كانت نابلس هي المنطلق لتأسيس أول رعية في شرق الأردن. فطلب البطريرك فاليرغا من كاهن رعية نابلس الآب ديأكتس أن يهتم بتأسيس رعية في السلط، وسنحت الفرصة لذلك عام 1866 إذ مريض أحد أبناء بيت لحم حين كان يبني بيتاً لأحد أبناء السلط، فطلب كاهناً كاثوليكياً ليمنحه الأسرار الأخيرة. فأحضر لذلك الآب ديأكتس من رعية نابلس، ومن هنا كانت البداية. ففي هذه المناسبة أقام الآب ديأكتس علاقات طيبة مع مسيحيي الصلب، وبعدها طلب غبطة البطريرك يوسف فاليرغا من الآب ديأكتس أن يهتم بمدينة الصلب بالإضافة إلى رعيته في نابلس. عين الآب جاك موريتان أول كاهن رعية للصلب، فوصلها في 25 تشرين الثاني عام 1869. وفي الحال بدأ الآب موريتان يفكر ببناء كنيسة ومدرسة ودير لكاهن الرعية وسكن للراهبات. وبالفعل بدأ العمل في بناء الكنيسة، ووضع حجر أساس الكنيسة في 3 أيار عام 1870، وتم تدشين هذه الكنيسة في 23 نيسان 1971. الكنيسة الأولى هي القاعة الموجودة حالياً تحت الكنيسة. بعد عودة الأب جاك موريتان إلى رعيته في بيت ساحور، عين الآب يوسف جاتي كاهناً لرعية الصلب. وبالفعل الآب جاتي هو المؤسس الفعلي لرعية الصلب. وعلى زمنه ازداد عدد المؤمنين، ففكر في بناء كنيسة أكبر من الأولى، وبالفعل بدأ العمل بها عام 1881 وتم تدشينها عام 1886، وهي الكنيسة التي نصلي فيها اليوم. والآب يوسف جاتي هو أول من أدخل راهبات الوردية إلى الأردن وإلى السلط بالتحديد ليقمن بإدارة مدرسة البنات. ووصلنا إلى السلط في 23 شباط عام 1887، كان أول دخول لراهبات الوردية في الأردن. ولحسن حظ هذه الرعية كانت الأم القديسة ماري ألفونسين من أول فوج من راهبات الوردية اللواتي خدمنا في شرق الأردن وفي هذه الرعية بالذات. وعند وصول راهبات الوردية سكننا كما تقول القديسة ماري ألفونسين في ذكرياتها، سكننا في قبو تحت الكنيسة. أول سكن للراهبات كان في القاعة حالية مكان مزار القديسة ألفونسين الحالي.
وفي هذه القاعة كما تعرفون أقيم مزار للقديسة ماري ألفونسين، وقد قامت الدكتورة باسمة سمعان مشكورة بالتبرع بهذا المزار، وذلك في 17 أيار عام 2016. فالصلت هي إرث تاريخي وروحي للبطريركية اللاتينية ولرهبانية الوردية، فمنها انطلقت البطريركية لتأسيس رعايا أخرى، ومنها انطلقت الوردية لبقية رعايا ومدن الأردن. فشكراً أبونا جمال لمشاركتنا هذا الاحتفال بعيد القديسة ماري ألفونسين، وشكراً للوردية لإقامتهن هذه السنة هذا الاحتفال في رعية السلط، رعية ماري ألفونسين. وكل عام وأنتم بخير بعيد ابنة الوردية والبطريركية القديسة ماري ألفونسين، كل عام ورهبانية الوردية بألف خير، ورعية سيدة الانتقال بألف خير. ونطلب من الله بشفاعة القديسة ماري ألفونسين كليمة العذراء أن تحفظ وتبارك رهبانية الوردية المقدسة، وأن يجعلنا الله على مثالها من محبي ومكرمي السيدة مريم العذراء وابنها يسوع. آمين. نقدم هذه الذبيحة الإلهية على نية جميع راهبات الوردية ومن أجل رعية السلط، هذه الرعية التي أحبتها القديسة ماري ألفونسين. نبدأ بطلب المغفرة من الله على جميع خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائنة التوبية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلى إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. Yeah.
يا من أنعمت على أمتك المتواضعة القديسة ماريا الفونسي أن تسير على درب القداسة بحبها البنوي لمريم العذراء وبتأملها اليومي في أسرار الخلاص، أنعم علينا أن نقتدي بتواضعها وصمتها وأن نحظى بسلامها الروحي، فنشهد في العالم لسر فداء ابنك هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر باروك النبي. تطلعي يا أورشليم من حولك نحو المشرق وانظر الابتهاج الوافد عليك من عند الله، ها إن أبنائك الذين ودعتهم قادمون، يأتون من المشرق إلى المغرب مجتمعين بكلمة القدوس ومبتهجين بمجد الله. اخلعي يا أورشليم ثوب الحزن والشقاء والبسي للأبد بهاء المجد الذي من عند الله. تسربلي برداء البر الذي من عند الله، واجعلي على رأسك تاج مجد الأزلي، فإن الله سيظهر سناك لكل ما تحت السماء، ويكون اسمك من قبل الله للأبد سلام البر ومجد التقوى. انهضي يا أورشليم وقفي في الأعالي وتطلعي من حولك نحو الشرق وانظري أبناءك مجتمعين من مغرب الشمس إلى مشرقها بكلمة القدوس ومبتهجين بذكر الله. كلام الرب. الشكر لله. الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، والرب حصن حياتي فممن أفزع، والرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. إذا تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي فإنهم يعثرون ويسقطون. الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. واحدة سألت الرب وإياها ألتمس،
أن أقيم ببيت الرب جميع أيام حياتي لكي أعاين نعيم الرب وأتأمل في هيكله، لأنه يخبأني في مظلته يوم الشر ويسترني بستر خبائه. الرب نوري وخلاصي فمن أخاف، الرب حصن حياتي فمن أفزع. بك نطق قلبي، إياك ألتمس وجهي، وجهك يا ربي ألتمس، لا تحجب وجهك عني. ناصراً كنت لي فلا تخذلني ولا تتركني يا إله خلاصي. الرب نوري وخلاصي فمن أخاف، الرب حصن حياتي فمن أفزع. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. تذكروا أيها الإخوة كيف كنتم حين دعاكم الله، فما كان فيكم كثير من الحكماء بحكمة البشر ولا من الأقوياء أو الوجهاء، إلا أن الله اختار ما يعتبره العالم حماقة ليخزي الحكماء، وما يعتبره العالم ضعفاً ليخزي الأقوياء. واختار الله ما يحترقره العالم ويزدريه ويظنه لا شيء، ليزيل ما يظنه العالم شيئاً حتى لا يفتخر بشر أمام الله. أما أنتم فبفضله صرتم في المسيح يسوع الذي هو لنا من الله حكمةً وبراً وقداسةً وفداء، كما جاء في الكتاب: من أراد الافتخار فليفتخر بالرب. كلام الرب. الشكر لله. هللويا. ذلك الزمان لما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم، قال: طوبى لفقراء الروح
فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للمحزونين فإنهم يعزون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله. طوبى للساعين إلى السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي. افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم. أخوات الكهنة، أخوات الراهبات، أيها الإخوة والأخوات، احتفالنا بعيد قديس هو احتفال بمن تتلمذ للسيد المسيح وعاش اتباع السيد المسيح بطريقة مميزة، بطريقة بطولية. كل قديس عاش في زمن معين، عاش في مكان معين، في ظروف معينة، لذلك لكل قديس ميزة خاصة به. كل قديس هو شجرة مثمرة في حقل الرب. وعندما نتأمل في قديستنا الأم ماريا الفونسين، باقي القديسين نسميهم القديس فلان، القديس فلان، ماريا الفونسين نسميها قديستنا، لأن قديستنا جميعا لها مكانة خاصة ومميزة لنا لأكثر من سبب. حياة ماريا الفونسين مليئة بالفضائل، حياتها مليئة بالنعم التي أنعم الله بها عليها، ولا نستطيع أن نتأمل في كل حياتها، لذلك نختار بعض هذه الثمار التي أثمرتها حياة القديسة لكي نتأمل بها. هي قديسة خاصة ومميزة لأنها بنت بلادنا، عاشت القداسة هنا في أرضنا، أرض القداسة، تخصنا أكثر من غيرنا وتخصنا أكثر من غيرها أيضا. ومن هنا التأمل في حياة وفضائل هذه القديسة يغني إيماننا ويشدد محبتنا. نتأمل في فضائلها، نتأمل في ثمار هذه النبتة التي غرست في حقل الرب فأثمرت ثمراً كثيراً. كانت القديسة ماريا الفونسين هي التي تؤكد دائماً أن هذه الثمار هي ثمار لنعمة الله عليها. وفي تواضعها وفي حياتها الروحية كانت تقول على مثال أمها مريم العذراء أن كل هذا هو بإنعام من الله. ذكر كلمات مريم: لأن القدير صنع بي أموراً عظيمة، هي من الله، فكانت تقر دائماً بفضل الله وتقر بنعمة الله عليها. يبرز في حياة القديسة كما نعلم محبتها للعذراء ولصلاة الصبح الوردية،
أصبح اسم ماري ألفونسين مرتبط مع المسبحة الوردية، مع رهبانية الوردية ومع المسبحة الوردية. هذه المحبة للمسبحة والتعبد لأمنا مريم العذراء استمر، قلنا هي ثمار في حقل الرب، استمر في حياتها وبعد مماتها أيضا. كم أثمرت محبتها لمريم العذراء، ولا زلنا نقطف هذه الثمار حتى اليوم. مين اللي علمنا صلاة المسبحة؟ أخوي بنات الأم ماري ألفونسين. مين علم أمهاتنا جداتنا صلاة المسبحة؟ رهبانية الوردية التي أسستها الأم ماري ألفونسين. كيف حياة القديس تعطي ثمر دائم مستمر، ليس فقط في حياتها. لذلك القديسون لا يموتون، القديسون مستمرين في هذه النعم التي نحصل عليها اليوم بفضلهم، من خلال حياتها، من خلال عملها في الرعاية وفي هذه الرعية بالذات، وخاصة من خلال رهبانية الوردية المقدسة التي تنشر محبة العذراء وصلاة المسبحة الوردية. فهذه الثمار مستمرة. حياة الأم ماري ألفونسين هي حياة الخفية، حياة الصلاة وعلاقتها مع العذراء دون إعلان، وكان هذا هو طلب الكنيسة منها. فتخيلوا كل هذه الظهورات العظيمة لمريم العذراء لها، وهذه الرسالة التي أعطتها إياها بقيت صامتة ولم تتحدث عنها. عاشت هذه العلاقة مع مريم العذراء دون إعلان كما تريد الكنيسة، وهي ثمرة نحتاجها اليوم، خاصة عندما نتحدث أمام كاميرات وأمام وسائل إعلام وتواصل اجتماعي. بحاجة أن نركز أن حياتنا الحقيقية، حياتنا الروحية تتم في الخفاء. العالم يقيس إنجازاتنا الخارجية، ولكن الله ينظر إلى القلب. ماري ألفونسين علمتنا أن الحياة الروحية الحقيقية تتم في صلاة الخفاء. كانت تقضي الوقت في الكنيسة لوحدها، كانت تصلي دائماً في الكنيسة أو في كنيسة المهد لما كانت في بيت لحم، كان لها محبة خاصة لهذه الكنيسة. فتعلمنا أن العمل ليس ما ننشره، ما يعرفه الناس عنا وما يشاهدونه، ولكن يشبه كما قال لنا السيد المسيح، ملكوت الله الذي يشبه الزرع، نزرع في الأرض في الليل في النهار دون أن نراقبه، ينمو شيئا فشيئا في الخفية، ينمو في الليل دون أن يلاحظه أحد. كم نحتاج إلى التأمل في صلاة الأم ماري ألفونسين وحدها، بعيدة عن الكاميرات، بعيدة عن الناس. هكذا بنت هذه الروحانية، وهكذا أثمرت ثمرا لا يزال أثره إلى اليوم. الأم ماري ألفونسين قدست حياتها من خلال الحياة اليومية، من خلال صلاتها، من خلال قيامها بواجباتها اليومية، من خلال عملها كراهبة في الرعاية المختلفة، تنتقل من رعية لرعية، تعلم البنات، تهتم بالأمهات، تصلي المسبحة، تقوم بواجباتها اليومية. بهذه الطريقة قدست حياتها، من خلال العمل، من خلال العلاقة مع الناس، من خلال الواجبات اليومية، من خلال لقائها مع الناس، صلاتها في كنيسة الرعية هون كمان في السلط، من خلال تحمل مشقات الحياة اليومية، مكان السكن مثلاً في السلط وفي غير السلط، خلال صعوبات التنقل ما بين الأديرة المختلفة للرهبانية بين الأردن وفلسطين. كانت الحياة اليومية هي المدرسة التي من خلالها تعلمت طريق القداسة، عرفت كيف تعمل إرادة الله دائماً، عرفت كيف تكرس نفسها بكليتها لله، عرفت كيف تنقل محبة الله ومحبة العذراء إلى كل من حولها. عندما نتأمل في هذه الثمار في حياة القديسة ماري ألفونسين، رد فعلنا الأول أن نرفع عيوننا إلى الله شاكرين له نعمة القداسة لقديستنا ماري ألفونسين. هذا النموذج الرائع، وهذا النموذج القريب
القريب منا، القريب من حياتنا، قريب من قلوبنا. هذا النموذج. نرفع الصلاة إلى الأم ماري ألفونسين، طالبين شفاعتها لنا ولعائلاتنا ولبلادنا ولرهبانية الوردية المقدسة، أن تحفظنا في ظل حمايتها لكي نتابع نحن هذا الطريق الذي بدأته هي في محبتها لأمنا العذراء وفي خدمة القريب. آمين. نعلن إيماننا ونقول: نؤمن بإله واحد، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، شعر الله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد من السماء وجلس عن يمين الله، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، مجد له مجد أناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، أيها الإخوة الأحبة، لما كان يحيط بنا هذا الجمع الغفير من الشفعاء، فلنرفع دعائنا إلى الله القادر على كل شيء بشفاعة القديسة ماري ألفونسين من أجل الناس أجمعين. نسلم رهبانيتنا الوردية الغالية بمجمعها الموقر وكل أعضائها الراهبات بين يدي أمنا مريم العذراء سلطانة الوردية المقدسة، وواثقات بأن نور قداسة الأم ماري ألفونسين يدوم في قلب وحياة كل راهبة وردية ساعيات لجذب النفوس إلى القداسة إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نرفع إليك يا رب صلاتنا من أجل كنيستك المقدسة، وعلى رأسها قداسة البابا فرانسيس وجميع الأساقفة والكهنة والشمامسة. أعطهم النعمة يا رب ليكونوا خير وكلاء على أسرارك المقدسة، ورعاة صالحين على رعيتك، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نرفع إليك يا رب صلاتنا من أجل كل المسؤولين عن سياسة العالم ومصير البشرية، لكي ينقادوا لروح الحق والعدالة ويعملوا من أجل خير البشر أجمعين ونشر السلام والمحبة بين الشعوب، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل كل الشبان والشابات ليتمكنوا من تمييز صوت الله يدعوهم لاتباعه في الحياة الرهبانية، فيكونوا صورة حية لحضوره والعمل بكلمته ونشرها في أرجاء الأرض، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. عالمنا اليوم بحاجة ماسة لنفوس تساهم في بناء العدل والرحمة وإحلال الأمان وتوفير كل طرق الوقاية والعلاج من الوباء،
هبنا يا رب أن نكون تلك النفوس البناءة، ولترافقنا نعمتك وقدرتك الشافية من كل مرض وعلة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نرفع إليك يا أمنا مريم العذراء سلطانة الوردية جميع الأموات الراقدين على رجاء القيامة، ونخص بالذكر راهباتنا المتوفيات، سائلين الرب شفاعتك يا أمنا أن يمتعهم بمشاهدة وجهه القدوس، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. احفظ يا رب شعبك المبتهل إليك، وطهره وعضده فيتشدد بعزائك الحاضر، ويدرك الخيرات الباقيات، بالمسيح ربنا.
تلك الأم ألف سنين تقضي العمر بين شغل وسارة، ملجاها الحصن الحصين، يا طوباها القربان خبز الحياة. صلى يا الأخوة إلى الله الأب القدير، كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل رب ذبيحة من يديك من حسنه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نرفع إليك يا رب تقادم الخبز والخمر، بها نذكر أسرار حياتك وموتك وقيامتك التي دابت القديسة ماريا الفونسين على تأملها وعيشها. اجعلها يا رب ينبوع حياة دائم لنا وللعالم بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. نرفع قلوبنا إلى العلى. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. نول حق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، وأن نشيد بتدبيرك العجيب في القديسات اللواتي وقفن نفوسهن للمسيح الرب من أجل الملكوت السماوي، فإنك بهذا ترد الإنسان إلى براءته الأصلية وجماله الأول، وتجعله منذ الآن يتذوق تلك الهبات التي هي من ميزات الدهر الآتي. لذلك هيننا مع جميع الملائكة والقديسين لك يا رب نسبح على الدوام قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباح، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم، بشرى في الأعالي مبارك للأتي باسم الرب، بشرى في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينك هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. Yeah.
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني نقدم لك يا شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمك بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدم لك كاملة أبدية فيكون ميراثنا مع مختاريه مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف الطيب والعفيف ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد ومع القديسة ماريا الفونسين التي نقيم ذكرها اليوم وسائر القديسين فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم يجمع بالسلام والخلاص وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا أساقفتنا كهنتنا جمع الأساقفة والكهنة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين ولا سيما من رهبانية الوردية اللواتي سبقننا إلى الحياة الأبدية بعلامة الإيمان وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك. اقبلهم في ملكوتك حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن لنصلي الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء وأب واحد ولنقل أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا
واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن قد أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً ومع روحك أيضاً. تبادلوا سلام المسيح. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. أن تدخل تحت سقفي ولا تقول كلمة واحدة فتبرأ نفسي. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، القطاف لا ينتهي، قطاف الحياة، حصاد لا ينتهي، حصاد سرمدياً مرار.
دعونا إلى وليمة الحمل. يا إله الحنان والرحمة، بين يديك الكريمتين قبلنا سر جسد ابنك ودمه، فاجعله فينا بفضل صلوات القديسة ماريا الفونسين حياة متجددة يوما بعد يوم، شهادة لمجدك وخدمة لملكوتك، بالمسيح ربنا. قدس الأب جمال خضر النائب البطريركي العام في الأردن جزيل الوقار، الآباء الكهنة الأجلاء، أخواتي الراهبات الفاضلات، الحضور الكرام، في هذه الأجواء العابقة برائحة القداسة نلتئم حول مذبح الرب لنحتفل بعيد مؤسستنا القديسة ماريا الفونسين، رافعين جزيل الشكر وعظيم الامتنان للعناية الإلهية، مجددين عهدنا والتزامنا بحمل رسالة الوردية بمحبة وغيرة وتواضع. في كل قداس وفي كل زياح قربان أشترك فيه
كنت أشاهد نوراً ساطعاً ينبثق منه، شعاع يخترق قلبي، فأرى ربي يسوع المسيح إلهاً وإنساناً بأنوار لطيفة فائقة الوصف، وأرى معه البتول الحنون. هذا ما قالته القديسة ماري ألفونسين التي اختارتها الأم البتول لتؤسس أول رهبانية عربية في مدينة القدس. لقد أغدقت الأم البتول سلطانة الوردية على قديستنا نعمها وبركاتها لتخطي الصعوبات والمشقات وشظف العيش، فولدت الوردية من رحم التفاني والمثابرة والعناء لتغدو ما هي عليه الآن. ولقد تركت في السلط باكورة رسالتها في شرق الأردن، والتي خدمت فيها مدة عامين من 1887 ل 1889. بصمات لا تمحى وذكريات لا تنسى، حيث سخرت كل طاقاتها لخدمة كنيسة السلط ومدرستها وأهلها بمحبتها الرسولية وعطائها السخي. يسرني باسم الرهبانية الوردية رئيسة عامة ومجلسا استشاريا وراهبات أن أتقدم إلى قدس الأب جمال خضر النائب البطريرك العام في الأردن بأوفى مشاعر الشكر على تلطفه بترأس هذا الاحتفال البهيج ليصلي معنا ومن أجلنا. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى قدس الأب رياض حجازين على استقباله لنا في رعية السلط، مقدرين له محبته واهتمامه، وللشدياق أنطون ولخدام الهيكل على حضورهم وخدمتهم، متمنية لهم التوفيق في رسالتهم. شكراً من القلب للجنة الروحية في الأردن التي قامت بترتيب وتنظيم هذا القداس الاحتفالي، وللكورال وللكشافة ولرعية السلط. كما نقدم شكرنا لموقع أبونا.org ولمكتب نورسات على حضورهم ومساهمتهم الدائمة معنا. كما نشكر الآباء الأفاضل والحضور الكرام على مشاركتهم لنا هذه المناسبة المباركة، ضارعة إلى الله أن يبعد عن العالم أجمع شر الأوبئة والأمراض، وأن يتقبل صلاتنا ودعاءنا بشفاعة أمنا سيدة الوردية والقديسة ماري ألفونسين. بعد البركة الختامية، الجميع مدعو لحفل استقبال بسيط في قاعة الكنيسة، وكل عام وأنتم جميعاً بألف خير. الرب معكم. بارككم بركة أبدية. الله مجد القديسين وفرحهم. وقد أتاح لكم اليوم أن تحتفلوا بعيد القديسة ماري ألفونسين. آمين. نجاكم الله بشفاعتها من الشرور الحاضرة، ووعظكم بقدرة سيرتها المقدسة، فتعنوا بخدمة الله والإخوة في كل حين. آمين. فإذا ما شاركتم القديسين أفراح الملكوت السماوي، سرت الكنيسة المقدسة برؤيتكم في جوارها في السلام الأبدي مقيمين. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. بحب قد غزت قلب الورى،
دوما